بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الخامس. اليوم طبعا أمس أخذنا درس الآلات البسيطة، وسبق قبله أخذنا درس الشغل والطاقة، وتعرفنا على الفرق ما بين الشغل والطاقة ووحدة قياس كل منهما، وأخذنا الآلات البسيطة وتعرفنا على أنواع الآلات البسيطة. اليوم رح نحاول نحل الأسئلة الموجودة في صفحة 148 و150 و151. لو مرينا على صفحة 148 حنلاحظ وقلنا أداة تعمل على تغيير مقدار القوة واتجاهها. شو هي الآلة اللي بتعمل على تغيير مقدار القوة واتجاهها؟ شو هي؟ الآلات البسيطة أو آلة بسيطة. طيب، من أشكال الطاقة شكل يسمى، في عندنا نوعين من الطاقة، قلنا طاقة شو؟ طاقة شو؟ طاقة الوضع أو طاقة الحركة. طاقة الوضع، ممتاز. أيضا ممكن واحد يقول طاقة الحركة، ولكن احنا ننتبه لأنه يعني نختار أحد الشخصين الأفضل، يعني الشيء الثابت أحسن من الشيء المتحرك. الحاجة الثانية تسمى كمية الطاقة المستعملة لإنجاز شغل ما، كمية الطاقة التي تنتج شغل، يعني اللي بتعطينا شغل أو بتعطينا حركة، تنجز عمل، تنجز عمل. إيش بنسميها؟ بنسميها الشغل. أحسنتم. طيب، جزء الآلة البسيطة الذي يؤثر فيه الجهد. احنا قلنا الآلة البسيطة فيه إلها ذراع قوة وذراع مقاومة، وفي قوة ومقاومة. الجزء اللي بيأثر فيه الجهد هو اسمه ذراع شو؟ ذراع شو؟ المقاومة يعني الإجهاد، أما القوة الجهد. إذن ما زال بقول لي هنا جزء من الآلة البسيطة التي يؤثر فيها الجهد، إذن هي ذراع الإيه؟ ذراع الجهد، ذراع القوة، يعني ذراع القوة. ممتاز، أحسن. طيب، عندما نجمع آلتين، لو حطينا آلتين زي المقص مثلا، آلتين بسيطتين مع بعضهم البعض، أو زي الزرادية، إيش بنسميها؟ أخذناها مبارح. أيوة، أخذناها، شفنا المقص اللي هي آلة مركبة. أحسنتم. طيب، نعرف النسبة بين طول ذراع المقاومة بالنسبة لطول ذراع القوة. قلنا المقاومة تقسيم القوة، طول ذراع المقاومة تقسيم طول ذراع القوة، سميناها إيه؟ إيش؟ الفائدة الإيه؟ أيوة، الفائدة الآلية. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا كان للعجلة قضيب يدور حول محور، فإن المحور إيش نسميه؟ فإن المحور نسميه نقطة الارتكاز، نقطة الارتكاز، ممتاز. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر، بنسميه قانون حفظ الطاقة. أحسنتم. طيب، هلأ أجانا سؤال بقول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. المقدرة على إنجاز عمل تسمى، هل هو المادة ولا القوة ولا الطاقة ولا الفائدة الآلية؟ المقدرة على إنجاز عمل، إذن هو إيه؟ طاقة، أو قلنا عبارة عن شغل، إذن هو الطاقة. طيب، أي من أشكال الطاقة موجود في الروابط بين ذرات المادة وجزيئاتها؟ يعني المادة كيف تتكون؟ الطاقة الموجودة بينهم، هل هي طاقة كيميائية ولا طاقة مغناطيسية ولا طاقة نووية ولا جاذبية أرضية؟ طبعا الموجود عندنا احنا طاقة نووية تربط بين نواة الذرات وبعضها البعض. طيب، الطالب اللي بيركل الكرة وهي ثابتة، فإن الكرة تتحول، هل من طاقة حركية إلى طاقة وضع، ولا طاقة حركية تتحول إلى طاقة كيميائية، ولا طاقة وضع تتحول إلى طاقة حركة؟ طبعا لما يركل الكرة تكون الكرة ثابتة، ثابتة يعني طاقة شو؟ طاقة وضع. أحسنتم. طيب، لما نركلها بصير طاقة إيه؟ طاقة حركة. إذن هنا الجواب هو طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة. بقول هنا أي الأشكال التالية يمثل النوع الأول
من الروافع. النوع الأول من الروافع قلنا المرتكز في الوسط. مين من الأشكال الموجودة عندنا المرتكز في الوسط؟ هل هو الأرجوحة ولا السطح المائل ولا المسمار اللولبي ولا الوتد؟ طبعا أحسنتم، هي الرافعة اللي هي عبارة عن الأرجوحة، عبارة عن الإيه؟ الأرجوحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إلى الملتقى.